تفضل معلم، هي المي. بدك ساعة لتجيب المي؟ لا بس ربع ساعة حتى لقيت دنينة فاضية. شو شوف السيارة؟ نور معلم. عبيلي 20 لتر لو سمحت. خلاص. شو فاتحين حديقة حيوانات هون؟ لا بس معلمي أبو موفق صاحب الكازية له مراء كتير بالحيوانات وما بيشتري حيالله حيوانها، يعني ما بيشتري الحيوان إلا إذا كان نادر. شو الحكي؟ طبعا شايف هالنسناس ها؟ ايه اشتراه معلمي بعشرين ألف ليرة مع أنه أنا بعشرين ليرة ما بشتريه. بالظاهر هالنسناس من نوع نادر. ايه معلمي هيك قال لي وقال لي اسمه كمان بس نسيت. عشرين لتر صاروا بالسيارة أستاذ. ها؟ عفوا شو قلت ما انتبهت؟ البنزينات اللي حضرتك طلبته صاروا بالسيارة وإذا ما أنك مصدق اطلع على العداد والمدخل. طيب طيب كتر خيرك تفضل. عم اقول لك يا احمد انا درست العمليه لك درستها منيح مضمونه 100% وفوق هالشي سالت واستفسرت عن صاحب المحطه روح قلبه الحيوانات النادره. اخي من شاء الله خليك بعيد عني وروح دبر لك واحد تاني ينفذ هالخطه معك. لا سيدي ما حذرت ما حدا رح ينفذها غيرك. يا منصور يا منصور اذا مسكنا بنتبهدل. هو لا يهمك ما رح ننكشف ولا رح نتبهدل. انت اترك الشغله علي ما دخلك. اخي انا ماني مستعد بهدي الحاله مشان 10-12 ألف ليره. الشغله كلها على بعضها مو حرزانه. 10-12 ألف ان شاء الله مفكرني كثير فاضي لحتى ضوع وقتي مشان 10-12 ألف. لكن قديش رح يطلع لنا من هالعمليه؟ يعني مو اقل من 200 ألف ليره لكل واحد منا. شو هالحكي؟ 200 ألف؟ لكن شو مفكر؟ إذا 200 ألف أنا موافق. بس وينك؟ لحتى تقبض 200 ألف بدك تديني 100 ألف. إيه حاضر تكرم عينك. بعد ما أقبض 200 ألف بدينك من هون 100 ألف. إيه لا سيدي لا ما بيمشي الحال. 100 ألف لازمتني هلا قبل العملية. وبلكي العملية ما نجحت؟ ما رح تخسر شيء أنت. 100 ألف اللي رح أخذها منك رح تبقى دين علي وبرجع لك إياها مثل العادة. يا حبيبي العيش يا جديد لينبت الحشيش. شو الأستاذ شو بتحب تشربه؟ جيب لنا 2 عصير حتى الأستاذ أحمد يروق دمه. حاضر أستاذ سكن. إيه أحمد قل لي شو قلت؟ إيه بتترجع لي المصاري؟ بعد شهر. لا أخي لا بدي نام بين القبور ولا بدي أشوف منامات وحشة. طيب مثل ما بدك أنا بدبر المصاري بطريقتي الخاصة. بس وينك؟ بدي منك شغلة تانية. ها شو هي؟ بدي منك تستعير سيارة أخوك شي ساعتين زمان. وليش شو بدك سيارة أخي؟ ليش شبها سيارتها؟ ما بها شي بس ما عليها نمرة يعروبية مثل سيارة أخوك. وليش بدك النمرة اليعروبية؟ ها ها يا سيدي رح أشرح لك لشو. اسمع
السلام عليكم. وعليكم السلام. فولها لو سمحت، فولها. تكرم يا شيخ. السلام عليكم يا عمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله ينطيش العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. سلام يا سلام يا سلام. سلم الببغاء تتكلم. يا يمه يا ويلاخ يا ويلاخ يا ويلاخ يا ويلاخ. ترى هالناس ناس حلو كثير. ترى انه من نوع نادر. نعم نعم، نادر جدا. نيالك يا عمي. ليش انت بتحب الحيوانات؟ جدا، وخصوصي النادرة منها. تصور يا رجال، صار لي شهر وانا عم افتلن وادور هون وهناك على ثعلب ابيض وما كنت لاقي. بقى حواليك شي واحد؟ هو كان عندي واحد بس بعته لسوء الحظ. بكام بعته؟ ب100,000 ليرة. يا الله يصلحك ويهديك يا ابو موفق. محسوبك ابو موفق. الله يصلحك ويهديك يا ابو موفق. يعني حدا بيبيع ثعلب ابيض ب100,000؟ وين صارت هذه؟ قديش لازم بيعه؟ قول 500، قول 700، قول مليون. بعد مليون؟ اي مليون ليرة طبعا. الا طيب، يعني انت اذا كان بدك تشتري ثعلب ابيض تدفع حقه مليون ليرة؟ مش هاني يا ابو موفق، انا ما بقدر. لك مين؟ الرجال يلي قاعد هناك بالسيارة. هذا رجال مليان وراح يدفع لك مليون ليرة وهو ممنون بعد. لحظة يا ابو موفق، لحظة، عن اذنك لا اسأله. شوفن يا أخ، شوف يا أبو موفق العظيم، أنا راح أعطيك هلأ 100,000 دفعه من حق الثعلب الأبيض، وراح أعطيك بعد رقم تليفوني هون بالشام. بقى إذا قدرت تدبر لي ثعلب أبيض من هون لشهر قبل ما أرجع لبلدي، بتبيجر لي، بتعمل لي بليب، بشي باخذه وبعطيك بعد بقية المبلغ. على عيني وراسي، تكرم عينك. إن شاء الله أقدر أخدمك ودبر لك ثعلب أبيض. شو رقم تليفونك؟ رقم تليفوني طال عمرك 3-6-3-6-3-6-3-6. بعد بس هيك صاروا 8 أرقام. 8 أرقام؟ أصبح احذف الرقم الأولاني شوي شغلة. يعني صفر الرقم 6-3-6-3-6-3-6. بالضبط يا مرحوم الوالدين. الاسم الكريم؟ جاسم. جاسم شو؟ جاسم الجسمان. يا أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. إن شاء الله أقدر هيك أدبر لك ثعلب أبيض أخدمك أنت وصديقك. متشكرين كثير يا أخ، وأنا راح أمر لعندك بعد كل فترة وفترة إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أخ، ما بدك تاخذ وصل ب100,000 اللي اعطتني اياهم دفعه؟ ها؟ او شو الوصل؟ انت رجال ظاهر عليك، امين وطيب، او ما في داعي للوصل. السلام عليكم. ايه يا اخ، لك يا عمي ما بيصير هيك. تعال يا عمي، الله يرضى عليك، لك الدنيا فيها موت وحياه. لا تفاول على حالك بسوء يا رجال، الله لا يجيب الا الخير. نسلم عليكم. تعاولك، خذ اكراميه 500. تشكر يا شيخ، تشكر. اصلا هون هات.
وين بدك تحطه؟ هون على ظهر السيارة حتى يبان منيح. ماشي. بس ناول من عندك. بس من هلا عامل لك ها؟ قلبي حاسسني انه الخطة تبعك ما رح تنجح، هيك قلبي حاسسني. لك اخي ناولني الحبلة حتى اربطه وحاجتك وسوسة، انت ما عليك. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبيني سيارتي بنزين خالي من الرصاص 98 اوكتان لو سمحت. على راسي. $910. ولشو $910؟ شو لشو؟ حق البنزين. ليش قديش عبيت انت؟ 45 لتر. وهي العداد قدامك اذا مو مسدي. لا 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 اسمح لي قلك انه عدادك مش مزبوط، وانا بدي اشتكي عليك، انا بدي اخرب الدنيا عليك. ولك يا ناس خزان سيارتي وهو فاضي ابي ساعش اكثر من تنكتين. شلون وسع معك 45 لتر؟ فهمني. هلا لا تعلق وتعمل لي شرصة. عدادك 45 لتر ونحن عدادنا لا بيغلط ولا منغش. بدك تدفع حق 45 لتر احسن لك. واذا ما دفعت لك شو بتعمل؟ يا سيدي بدك تدفع غصب عنك بقى. العمى على هالوقاحة يا سيدي ما رح ادفع. واحمض ما عندك اطبخ، احمض ما عندك اطبخ اطبخ. ولا خير شوفي شوفي يا مسعود، على شو مختلفين؟ معلمي قال لي عبي لي السيارة فل، عبيت له اياها اخذت 45 لتر، واخونا بالله ما بده يدفع لي حقه. وليش ما بدك تدفع يا اخ؟ لانه خزان سيارتي الفاضي ابي يسعش اكثر من 40 لتر، فشلون؟ شلون مع صانعك وسع 45؟ ما بعرف ما بعرف. بسيطة بسيطة يا أخ بسيطة. تعال اشرب قهوة. تفضل تفضل. أهلا أهلا أهلا. دخلك الثعلب اللي على ظهر السيارة لمين؟ يا رفيقي ببيعه لك أخوي. أترك الثعلب وخلينا بقصة البنزين. أنا مستحيل أدفع أكثر من 40 لتر ولا بشكل. ها ولا بشكل. هذا اسمه احتيال. نصب اسمه. خلاص اسمه خلاص. نصب. ولك يا عمي خلاص. ما فهم أنا. خلاص خلاص مثل ما بدك. 40 40. حتى إذا ما بدك تدفع لا تدفع. الله يسامحك واعتبر البنزينات هدية مني إلك. لا يا أخوي لا يا أخوي، أنا ما أقبل هدايا من حد. طيب. راح أدفع لك حق 40 لتر وبس. لك يا حبيبي. وبس. لك يا حبيبي. ما أقبل هدايا. مثل ما أقبل هدايا. مثل ما بدك حبيبي مثل ما بدك. بنرجع لموضوع الثعلب. اسأل لي رفيقك ببيعه. اي بسألو شو خسران يعني؟ بسألو. الثعلب عاجبه. انا قلت لك الثعلب مهو للبيت. ماشي راجل اني يستاهل. يا اخوي يستاهل ولا ما يستاهل؟ خفضن بالسعر. الثعلب مهو للبيت. يدفع ما تريد. قلت لك مهو للبيت. يا عارف يا عارف. يا ياسر مهو للبيع. فكني. ما فعل بيعه. تفضل يا اخ يا اخ تفضل اشرب لك فنجان قهوه. تشكر يا اخوي مستعجلين كثر الله خيرك. يلا يا ياسر يلا. ولك يا عمي زير من السيارة خلي مسعود يغسل لك سيارتك. وك يا عارف. اي يا اخوي خلنا نفوت نرتاح شوي عند هالرجال الطيب. خلنا. لا يا اخوي ما اقدر اترك الثعلب، اخاف لا احد يسرقه.
منين جايب هالثعلبة يا أخ؟ اشتريته. بدي اشتريته؟ إن قلت لك ما راح تصدقني، فالأفضل إني ما أقول لك. لا أقول ولا حصدق. اشتريته ب300 ألف. تبيعني إياه ب325 ألف؟ لا يا أخوي لا. أصلاً أنا ما صدقت إمتى لقيت هيك ثعلب. طيب بعطيك 350 ألف. لا يا أخوي، حتى لو انطيتني 400 ألف ماني بياع. وإنت قلت وأنا اشتريت ب400 ألف، شو رأيك؟ آسف يا أخوي آسف، الثعلب مو للبيع. يلا يا ياسر دبرها دبرها يا أخ، تحكي مع رفيقك. وشو بدي دبر؟ يعني اقنع رفيقك يبيعني الثعلب ب400 ألف، هاي عطيته ربح 100 ألف مناح. ولشو بدك تشتري الثعلب إنت؟ مثل ما لك شايف أنا هاوي حيوانات نادرة، والثعلب هاد عجبني. روح اقنع لي اياه لرفيقك يبيعني اياه ب400 ألف ولك 10,000 حلوان. يا اخوي اذا بتدفع لي 100 ألف بخلنا لك اياه. 100 ألف كتير، 100 ألف والله يا اخوي اذا ملاقيهن كثار بلا لك هالشروة من عين اصلح. طيب بدفع لك 25 ألف. 100 50 ألف 100 ما ينقصوا ليرة. 75 عم قلك 100 ما ينقصوا. خلاص خلاص 100 100 خلاص. روح احكي مع رفيقك. مصرياتك جاهزة؟ ايه جاهزة جوا. اسبقني لجوا لكان. اسبق روح. اسبق روح. 100 خلصنا. مبروك عليك الثعلب، رفيقي كبر يبيعك اياه ب500 ألف. إيه بس أنا انسى موضوعي، أنا ما أبغى شيء، وبيني وبين رفيقي ما بتفرق، ما بتفرق، ما بتفرق. إذا كان هيك أنا موافق. والمصاري؟ جاهزين، إيه بس ما بدي أفحص الثعلب بالأول، بركي مجروح، مكسور، صاير له علة، معطوب. إيه حقك. ايه يا اخوي وايش صار معك؟ مبين عليه صاغ سليم. الحمد لله. تفضل يا اخ، هاي 500 ألف ليرة عندهم اذا بدك. ما في داعي للعد، مبين عليهم معدودين بالبنك. بس اذا بتعمل معروف اعطيني شي كيس نحط مصاري فيه. ما عندي، دبر راسك. طيب ماشي الحال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبعث لك ثعلب أحسن منه يا رب يا كريم. قم قم شبك، هاي كأنك فخدت ولد من أولادك أو بعته. امشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله معكم. الله معكم، مع السلامة. مع السلامة شباب، شرفتوا. الله معكم. إيه لو طلب 600 ألف بدي أدفع له.
بالتليفون؟ وين حطيته؟